يا الهواري، احنا رانا في برنامج خاتم سليمان. أوه. السروال هو موضوع حلقة اليوم من البرنامج. كلمة سروال منين جات؟ ما هو أصل هذه الكلمة هذه؟ سروال منين جات؟ جا من العرب. في وهران كان عندهم بكري سروال ستيفا، تسمعي به؟ ستيفا؟ هذاك اللي يجي تاع لوبيا؟ أيوا تاع لوبيا. صح. أصلها كما احنا نقولوا سروال سترة. وهذا باغي نخطب باغي ندي خاتم. سليمان. عمي الحاج نتعرفوا عليك، الاسم الكريم محمد. عمي محمد انت منا من وهران؟ عمي محمد منا من وهران. ممكن تحكي لنا عمي محمد على اللباس نتاع وهران في القديم، يعني واش كنتوا تلبسوا؟ يعني القديم كان من سروال تستيفا وصباط عرب والعمامه خضراء والكارابيله. والكارابيلا هذه اللي مربوطة بالتراث وبالتاريخ، يعني بالتاريخ نتاع الجزائر. التاريخ نتاع الجزائر. واللباس، اللباس نتاع الشباب درك يعني في الوقت الحاضر. الشباب الشباب درك ما عنده لا حتى لبسه والو. ما كان حتى لبسه. لا كان حتى لبسه. يلبس سروال الهابط هذاك. هابط هذا يلبس فوق الركبة تحت الركبة. عمي الحاج عمي محمد احكي لنا احنا نسالوا في خاتم سليمان، السروال هذا منين جاء؟ السروال السروال منين جاء؟ جاء من العرب. لا 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 لا. الاخ العزيز انت ترتدي هذا اللباس يعني زي خاص، يعني علاش يعني تلقى راحتك في هذا اللباس ولا كيفاه النظره نتاعك لللباس؟ يا اخي نهضروا من جانب الدين ولا من جانب الله؟ من جانب الدين اولا. من جانب الدين هذا السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انسان يرتدي ثياب وفي نفس الوقت ماجور عليه. صح. وما نبعدوش بزاف على النبي صلى الله عليه وسلم، نقولوا هنا جدودنا. صح. ثاني تاع الطابع تاعنا تاع التراث الجزائري. صح. كذلك. اللباس المحتشم. المحتشم بارك الله فيك. ومتواضع. طيب. ثاني صحيت ولكن كيف تشوف يعني الان الالبسه الجديده هذه اللي نشوفوا فيها والشباب اللي يلبسوا الالبسه؟ يعني اخويا هذا كما قال لك انا باش نقول لك يعني خارج العادات. خارج العادات والاحتكاك، راك تشوف احتكاك فارابول والناس راهي تتفرج والناس راهي تحوس تقلد تقاليد الناس. هي كل المجتمعات عندها ألبسة تمثل الشخصية نتاعها. الآن كيف راك تشوف يعني هل اللباس الجزائري يمثل الشخصية الجزائرية؟ بعدنا شوية بعدنا شوية وما يمثلناش يا أخي. ولو أنه شفنا زعما ما شاء الله في الأخلاق مؤدبين وكا، بس غير يتبع كما نقولوا غير يتقلد ما على بلاش راه يدير. وهذه الألبسة أنا على حسب الظن تاعي الألبسة عندها معنى. صح لابد عندها معنى. تبرز الشخصية. هذو الكفار وهذو الأجانب الغربيين وكاع من يدخل لك لباس عندها معنى. أنا غير يلبسوا بأسلوب التقدم ولا ما يعرف المعنى. ما يعرفش المعنى. ما يعرفش المعنى. والله أعلم هذا. طيب احنا في برنامج خاتم سليمان، كلمة سروال. السروال هو موضوعنا اليوم في الحلقة. السروال ما هو أصل هذه الكلمة هذه؟ والله العظيم السروال منظوش باللي كلمة عربية. اي نعم كلمة غير عربية. غير عربية. دروك شنو نقول لك الأصل تاعها؟ الأصل نتاعها. أصل فارسي. هي من هذيك الجهة، من هذيك الجهة، لكن ماذا كانت تعني يعني؟ سروال. أنا قاتل سليمان. سليمة من تلمسان. واش تقدمي لنا تلمسان للمشاهدين؟ احكي لنا على العادات والتقاليد تاعكم خصوصا في اللباس يعني. عادات التلمسانيين مشهورين بالشده. وثاني عندهم كراكو وهذا السعر حقا. وعندكم لباس خاص في الاعراس والمناسبات؟ عندنا الشده هي زعما الحاجه المهمه ولا الرده، رده ثاني. وهنا في وهران وانت ساكنه هنا في وهران تعرفين اللبسه؟ وهران كي نحضر الاعراس نشوفهم لا بليبار يلبسوا البلايز. بلايز والقفاطن هما اللي شاينين هنا في وهران. هما اللي معروفين هنا. هما اللي معروفين. لما نروحوا للبسه نتاع الرجال. في وهران كان عندهم بكري سروال ستيفا، تسمعي به؟ ستيفا؟ هذاك اللي يجي تاع لوبيا؟ ايوا تاع لوبيا. صح. مازالوا يلبسوه ولا لا؟ مازال اكزيستي في وهران. في جهات واحدة أخرى في الجزائر كاين ألبسة واحدة أخرى، تروحي مثلا لقسنطينة تلقاي الملاية، تلقاي لهنا لهنا واش هي واش عندكم؟ عندكم هنا عندنا الجلابات كاع لي موديل. كما هكا تنجم تقول بدعية أو ميم طون جلابة. يعني لباس طويل. طويل كما احنا نقولوا. بالنسبة للمرأة يعني المرأة خصوصا في اللباس التقليدي كاين سراويل خاصة بالمرأة يعني؟ كاين تقليدي. كاين كما السراويل تاع القفطان. كاين قفطان اللي يجي معاه سروال. تاع في التالي يجي فيها كلاستيك ومزيل.
وكاين ثاني تزيريات تزيريه كاين كيف هكا راكو شنقه سروال شنقه فوالا عندهم ايه عندهم هذاك اللباس احنا في سؤالنا اليوم في البرنامج في خاتم سليمان السروال السروال ما هو اصل كلمه سروال منين جا سروال السروال تاك اصلها مش عربي هذه حاجه باينه يعني الكلمه تبان لك ماهيش عربيه مش عربيه باينه صح كلمه سروال غير عربيه يعني منين من اي بلاد في رايك بالك من الترك لا 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 احنا نتكلموا على اللباس انت في الستينات كان نفس اللباس اللي يلبسوه يعني في وهران نفسه الان ولا لا دوك اللباس التقليدي نقص في وهران وفي الستينات ثناء الستينات 65 66 اللي ظهر السروال هذا تاع تيرقال وسابقا كانوا الناس الاغلبيه يلبسوا لباس تقليدي سروال عربي يعني. سروال عرب وسروال عرب فيه نوعين فيه النوع يقولوا له واحد يقولوا له بسكري والنوع العربي والتالي هذو الشبيبه والاخر كانوا احيانا يقولها لا سروال لوبيا سروال لوبيا هذا سروال بلوطه كان سروال بلوطه سروال ولكن اني بكري كانوا يقولوا له سروال بسكري صح هذا اصيل تاع بسكرا وعربي واش يمثل والقميص اللي يجي فوقه كاين يقولها فوقيه ايوا دير جل هكا كيما قميجة ما فيهاش كول بكري ما فيهاش فوالا وتجي عبايه هكا محلوله منا راهي مازال اصل فوالا يقولوا لها الفوقيه يديروها فوق لها هذا هو اللباس التقليدي القديم هنا في وهران واش يمثل اللباس بالنسبه للانسان اللباس هو الصوره هو الشخصيه يعني. هو الشخصيه ولا بد هذه المظهر مظهر الشخصي الهويه والهويه كذلك السروال هو موضوع حلقتكم من البرنامج ما هو اصل السروال منين جاء اصل السروال اصل يعني من بعيد والله ممكن يكون حضاره ممكن يكون من الترك كان خاتم سليمان 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 انا خاتم سليمان حرودي اهلا بك حرودي مرحبا بك لاباس معنا الممثل القدير هواري هواري مع حرودي احنا رانا في مدينه وهران مرحبا بك حرودي معتاد الناس المشاهدين مالفين يشوفوك في قناه الشروق طبعا بهذا اللباس التقليدي اللي راك دائما تظهر به هو الميزه نتاعك في القناه ممكن تحكي لنا حرودي على هذا اللباس هذا اللي راك لابسه هذا اللباس التقليدي تاع العصر تاع الجدود سروال تورات سروال لوبيا سروال لوبيا بس ما تسموهش هكذا انتم تسموه ستيفا ولا ستيفا اي ستيفا ستيفا كنا نشوفوك دائما باللون الازرق هذاك هذاك اللي يخرج عليك الازرق هو وتجي به يعني تأدي به الادوار تاعك علاش خيرت هذا اللباس بالذات يعني علاش تمثل باللباس التقليدي هذا تاع الويكاند تاع كل يوم والشاشية الحمراء الشاشية الحمراء الشاشية الحمراء تاع وهرن يعني هذه من التقاليد تقاليد وهرن شوف كاين نوعين من اللباس وكاين اللباس اللي لابسه الهواري الهواري هذا اللباس اللي راك لابسه مختلف على الشاشية الحمراء لا هذا ميم موديل يعني زي واحد هذا شو هذا سود اللون وهذا اصفر اللون هذا لباس شرقي تاع الشراقه هنايا من جهه الغرب الجزائري هنايا المعلومات اللي عندي انه هذا اللباس اللي راك لابسه هو نتاع البدو هو نتاع العربان يعني وهذا نتاع ناس المدينه يعني هذا اللي سمعته لهنا في وهران كيف تشوف الهواري اللباس التقليدي لهنا في وهران يعني مازال الناس تلبس هذا النوع من اللباس انا اللباس هذا ما بقاش انا ما بقاش قليل يعني كاين ما عاد الفنانين زعما كانوا يذكروا بهذا الزي هذا واللباس نتاعنا الفنانين والفنانات يقدموا هذا الزي هذا باش الناس ماك تحافظ شويه على العاده تاعنا على اللباس نتاعنا والحمد لله ستره مليح هذا كوستيم ثاني هذا كوستيم صح يعني هذا اللباس الاصيل نتاع هذا وانت راك ثاني زدت له هذا العكازه هذه عكازه هذه اللي تعطيك معناها الدور الحقيقي تاع يعني التقاليد. ايه هذه يعني كاينه مليحه تعطيك هيبه شخصيه وثاني كبر كما نقولوا احنا الواحد يعكز عليها ثاني. صح. حرودي الادوار اللي راك تقدم فيها والمشاهدين يتابعوها كيف تشوف يعني التفاعل تاع الناس مع الادوار اللي تقدمها انت في حرودي كاك؟
واش نقول لك، انا نتمنى الشعب هو اللي يتحكم، يعني الحكم راه عند الشعب، هو اللي يقيم. نديروا رساله فكاهيه وتعالج مواضيع، والبيبليك هو الصح، هو السيرجيش على الفنان. صح. يعني على حسب ما شفت الناس راه لي كاك هذو مقبولين عند البيبليك، عجبهم. انا واحد من الناس يا حرودي، انا واحد من جمهورك. واه 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 واه. أنا دائما نتابع الأدوار تاعك في حرودي كاك. والله احنا وخاتم سليمان. نموت على خاتم سليمان. تابع خاتم سليمان. وأنا باغي نخطب ما يدي خاتم. الخاتم ندي بالسؤال ولا بلا سؤال؟ لا بالجواب. حاوزك المرأة يا حرودي. أنا ما أظن أن السروال ما كانش عيطوا له السروال بكا. إيه؟ عنده اسم واحد آخر. كيف كانوا يسموه؟ السروال. السروال السروال. ميغشوش ميغشوش ما يعاونوش. لا ما يعاونوش. عاون صعب. تسمع فيه تسمع فيه. أنا في يدي. وتقاسموا الخاتم. إيه. سروال. فارسي أصله فارسي. فارسي ولا تركي؟ من الفرس. من الفرس. من الفرس. بس كان عندها كلمة ما كانش يقول لها سروال. واش كانوا يقولوا له؟ كان عندها كلمة واحدة أخرى. صح، والكلمة هذه فعلا ما كانت عنده، كانوا يستبدلوا الواو بواش بأي حرف. السربال. كانوا يسموها السربال. سربال. عاود عاود حرودي كيف كانوا يسموها السروال؟ السربال. السربال. بس عود الواو يديروا الباء. عود الواو يديروا الباء. كما القبائل تاعنا هنا تاني. عندنا القبائل البات واللي في مثلا. عندهم تغيير، والتراكة تاني عندهم، التراكة تاني عندهم حروف يتبدلوا عندنا. تراك الفاء تولي واو. مثلا كافر تولي قاور قاور قاور. كما القاوري. سلبان والخاتم سليمان يبات عند حرودي اليوم. السروال اصله كلمة من أي فارسية؟ فارسية. أصل كلمة سروال كلمة فارسية، تسمية العربية انتها سربال بالباء سربال، وفي القرآن الكريم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وكلمة سروال أصلها الأول فارسي، كانت تنطق بالباء طبعا كما ورد في القرآن الكريم. وحرودي روح تخطب، مبروك عليك. خاتم من يد سليمان، نغمة جيتار داود. خاتم من يد سليمان ونغمة جيتار داود، ولو شابوا لملوك لشان سلاسل وجواهر وعقود. في الآية الكريمة والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي السراويل، وكانت تطلق في البداية على الدروع اللي كانوا يلبسوها المقاتلين. والسربال هو فعلا اللي يعني سروال. السروال كلمة فارسية أصلها الأول سربال. أنا خاتم سليمان. خاتم سليمان. كلمة نشكر الحصة خاتم سليمان، نشكرك الأخ سليمان خاتم سليمان وسليمان، وحصة شاشة قناة الشروق والمشاهدين في وعر واري المشارك في الخاتم. ندي خمسة ندي خمسة. شوف واحد يدي الخاتم واحد يدي خمسة. سيمانة في سيمانة. سيمانة عندك سيمانة عندك.